شباب اليوم مسوين زيارة عند البش مهندس حمزة يعطيك العافية. أنا أسميه البروفيسور، تبي تعرفوا ليش؟ هو يقول لهم إيش سويت اليوم معايا. السلام عليكم. اليوم سوينا أبجريد على الهيد لايت. جميل. الإسلام نيو موديل. الله يا مظبطنا حبيبي. وقبل كده ظبط لي الدركسون. إيش كانت هرجة الدركسون؟ الزراير. أيوه. الموديل الشركة. تعال نوريهم. هذا اللي ما يعرف الدركسون حق الشلبي جي تي 500 اللي يجي في 2011 وفوق. الزراير هنا ما كانت تشتغل. انا كان عندي الستاندرد، ما كان عندي اللي هو فيه الاوبشنز الفول اوبشنز، كان الستاندرد. نعم. وكل اللينكات اللي دخلت عليها اونلاين اللي بشوف الموضوع اذا اقدر اصلا احولها بحيث انه الازارير حقت الصوت حقت السرعه انها تشتغل، كل اللي اونلاين بيقولوا مستحيل تشتغل. قول لهم ايش عملت اخوي. ما شاء الله ولا شيء، بس برمجت السيارة. اقلب لهم الهرجة. انا بالنسبة لي ولا شيء. ما شاء الله تبارك. برمجت السيارة وفول فانكشن. حلو خوي، ابغاك تقول لهم برضو ايش الاشياء اللي انت تعملها. يعني ما شاء الله تبارك الله، ترى اللي بحاول اوصل لكم هو انه لقالي حلول لاشياء مستحيلة المفروض. ما شاء الله تبارك الله. طب خوي دحين ما شاء الله، يعني اللي يبغى يتعلم في السيارات اكثر، يبغى يصير يعرف يتصرف يعني كيف اقولها اصلا، ماني عارف كيف اشرح والله احنا اللي حنتكلم عليه بكل بساطه، كيف يقدر يصير زيك؟ تعديل السيارات، برمجه السيارات. أيوه. تطوير مشاريع السيارات. ايوه. انا قاعد اشتغل على فيديوهات تقريبا صارت جاهزه بنزلها على قناه اليوتيوب حقتي. حلو. والانستغرام حقي، انه يصير ناس تتعلم عن الحاجات هذه تفهم فيها اكثر. جميل. اذا تبغى تدخل هذا العالم ايش الستبس اللي تمشيها واحده واحده، وين تبدا وين تنتهي. اوكي. في ناس اوريدي اونلاين جوني واشتغلت معاهم هذا الموضوع. حلو. قلت خليني اسويه اونلاين الكل تستفيد. طيب وكيف الناس يقدروا يوصلوا للاشياء هذه؟ الانستغرام في اليوتيوب حق الشانل. اوكي، يعني لو حطيت الان حسابك حق الانستغرام في البايو حيكون موجود اللينك اللي يروحوا له ويبداوا يتعلموا منه. مزبوط. صحيح؟ مزبوط. يعطيك الف عافيه حبيبي. يا وكمان هرجه من الهرجات اللي قاعدين نشتغل عليها لنا فتره والان صارت جاهزه، وابغى كل الناس حبيبه السيارات، مصورين السيارات، كل مين له في السيارات في الدبابات ينزل هذا الابلكيشن. هذا الابلكيشن حيكون مستقبلنا كلنا. هذا برنامج اسمه عربة، فيه كل شيء عن عالم السيارات. تفتح فيه حسابك، تحط فيه بروفايلك، تنزل فيه مشاريعك، كل شيء تبغاه. يعني هذا. اي شيء اشتغلته على سيارتك. ها مزبوط. وريهم انت الاشياء، زي كيف انت الاشياء اللي اشتغلت عليها في سيارتك. هذا بروفايل حق سيارتي، عندي الديجيتال سيرفيس بوك، كل شيء عملته في السيارة من يوم ما اشتريتها حاطت معلوماته هنا. وطبعا تقدر تنزل ستوريز للسيارة، تنزل بوستات، تشرح ايش مسوي. انا عندي هنا المعلومات السريعة، وعندي هنا البلوج قاعد اشتغل على البروفايل تبعه. فالمهتمين في البرنامج مهتمين يتعرفوا على مزاياه، حتى من الجروبات يتفضلوا على حلقة اليوتيوب عندي موجودة، شارح فيها كل شيء عن البرنامج، كل المزايا اللي موجوده فيه، تعرفوا عليها، الرابط عندكم. ولسه حتنزل اشياء زياده صح؟ اكيد اكيد، في حلقات جايه تفاصيل البرنامج. فانتوا اعملوا له سبسكرايب وتابعوا اول باول. شباب السوبر هيرو البشمهندس حمزه دزت اجين. الحين هذه ثالث مره اجي له في شيء مستحيل يتعمل. بس خلينا ناخذ كده الحين، من زمان انا من وقت ما جيت ضبطت السياره والامور كلها تمام، اضغط الزر هذا السياره تشتغل وتطفي لوحدها. المفروض هذا اوتو ستارت، تشتغل السياره به. سوبر باش مهندس حمزه. شوف صار اسمك سوبر باش مهندس حمزه. راح البروفيسور خلاص. ولا تزعل، سوبر بروفيسور اللي تبغاه يا سيدي. يا الله والله يعطيك العافيه حبيبي، اللي حل المعجزات. تبغوا تعرفوا عنه زيادة روح حسابه. توفيق رب العالمين. بس كذا، يعطيك الف عافية حبيبي. الله يسلمك. حبيبي ما قصرت.